كيف نحمي أنفسنا من محاولات التصيد الاحتيالي؟ إن من أفضل الطرق لحماية أنفسنا أن نبقى منتبهين، تعلم كيفية التعرف عليها وتجنب فتح الروابط أو المرفقات المشكوك فيها. قد يكون الأمر في الغالب أكثر صعوبة، وكذلك عند إنشاء رسائل البريد أو روابط وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة جيدة، حيث سيقع ما يقارب من 65% منا في هذا الخطأ ويفتح تلك الروابط في مرحلة ما. فيما يلي عدة تلميحات مفيدة ستساعد في حمايتك. في أي وقت يرسل إليك رابط أو تدخل إلى صفحة لم تتوقعها، تحقق من الرابط. يمكنك القيام بذلك بتمرير الماوس فوق الرابط، أو إذا كنت فتحت الصفحة بالفعل فقم بقراءة عنوان الـ URL بالجزء العلوي للصفحة بعناية فائقة للتحقق ما إذا كان يحوي ما يشير إليه فعلياً. قد تكون هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة أحياناً لتدرك أنه تمت إعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول. يمكنك أيضاً إدخال الروابط أو تحميل المرفقات على www.virustotal.com للتحقق ما إذا كانت تحتوي على أي برامج ضارة بديهية. ومع ذلك فإن هذا الإجراء لن يؤدي إلى كشف كل البرامج الضارة، ولا يزال ينبغي لك اتباع الخطوات التالية أيضاً. أعد التحقق دوماً من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل في أي وقت تتلقى فيه رسالة لم تتوقعها تحتوي على بريد إلكتروني به رابط أو مرفق. هل تمت تهجئة حروفه بشكل صحيح تماماً؟ هل يحوي نهاية مختلفة عن المعتاد؟ وهذا الإجراء له أهمية خاصة إذا كانت رسالة البريد الإلكتروني تفيد أن الرسالة تحتوي على شيء ما عاجل جداً أو صادم، حيث يحاول المتسللون في الغالب دفعنا لتخطي عمليات التحقق المعتادة من الأمان على عجلة. إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صحيحاً، فمن المحتمل أن يكون تم اختراق حساب صديقك ويتم الآن استخدام حسابه من قبل شخص ما آخر يحاول التسلل إليك. تحقق من أسلوب البريد الإلكتروني أو الرسالة. هل تبدو كما لو أنها رسالة عادية؟ هل تحتوي على أخطاء إملائية لم يكن متوقعاً أن تحتويها عادة؟ هذه هي الطريقة الوحيدة التي اكتشفها بعض المتسللين، وبالتالي فهي خطوة بالغة الأهمية. إذا كنت في حيرة من أمرك، فينبغي أن تتواصل مع الشخص الذي أرسل رسالة البريد الإلكتروني. من المهم أن تنفذ ذلك بطريقة مختلفة. إذا بدا كل شيء آخر على ما يرام، فافتح المرفقات باستخدام جوجل دوكس بدلا من تنزيلها على الكمبيوتر الخاص بك، وهذا يعني أنه لن يتم تنزيل أي برامج ضارة محتملة على جهازك. إذا تعذر عليك فتحه على جوجل دوكس وهو بمثابة مرفق غير متوقع من شخص غريب، فما عليك سوى إرجاعه إلى المرسل طالبا منه أن يعطيك معلومات عنه في نص رسالة البريد الإلكتروني أو في صورة نموذج جوجل دوك، ولن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة. أحياناً عندما نفتح مرفقاً ضاراً باستخدام الجوجل دوكس، فإن النقر على المرفق يوجهك إلى صفحة توحي لك أنك قمت بتسجيل الخروج منها وتحتاج إلى إعادة إدخال تفاصيلك، إلا أن التفاصيل تنتقل مباشرة إلى المتسلل. لا تعيد مطلقاً إدخال تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك إذا تمت مطالبتك بذلك، إلا إذا كنت سجلت الخروج بنفسك. وما ينبغي أن تضعه في حسبانك في الأساس أن محاولة التصيد الاحتيالي تتم عادة من خلال شيء ما يعرف المتسلل أننا سنود فتحه. على سبيل المثال، رسالة بريد إلكترونية من رئيسك، أو طلب عاجل من صديق في ورطة، أو فيديو لعمل وحشي في المنطقة التي نعمل فيها. فكر الآن لدقيقة واحدة ما يمكن للبعض كتابته لك لحثك على فتح رسالة بريد إلكتروني أو رسالة فيسبوك. ما محتوى هذه الرسالة المتوقعة؟